انت يتم التكريم ديالك اليوم؟ احساسي هو شرف لي انني نكون مكرمه وسطكم نتوما وسط الاعلاميين والصحفيين. الله يبارك فيك. نكون وسط الاعلاميين والفنانين راه ماشي ساهل، وسط هذا الجمهور الكريم. واليوم تكريمي في هذا الحفل ديال جمعيه الفجر للثقافه والفن على راس الهند العالمي اللي شرفتني وعيطت لي انني نكون مكرمه في هذا ليفينمون. كنقول لهم تبارك الله عليكم ومسيره موفقه والله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله. والحفره غادي في المستوى كيف كتسمعي وكيسمعوا الجمهور وداك الشيء. الله يوفقنا ووفق الجميع. ليلى السعديه، بغينا نسولك على التجربه ديالك مسلسل حياه اللي لقى واحد الاقبال كبير وواحد الصدى كبير والجمهور عجبو بزاف. مسلسل حياة، هذا مسلسل اللي مفتخر به انا كممثلة وكطاقم اللي كله معايا، لا ممثلين ولا طاقم كيفتخروا به، لانه داز في شهيد وتكلاصة هو في المرتبة الأولى. هذا شرف لنا ولبلادنا أن مسلسل يدوز في قناة شهيد ويشوفوا العالم ويتعطاه في واحد يتعطاه مستوى اللي يليق به. تنقول هنا دا كان مجهود وكانت خدمة وكان تضامن وكان حب في العمل هذا المسلسل حياة. ليلى السعدية، كتشوفي بأن ضروري من تكوين في المجال ديال التمثيل ولا الموهبة كافية؟ ما فهمت السؤال. واش ضروري الواحد الممثل انه قبل ما يدخل المجال ديال التمثيل انه يتكون فيه، يعني يقرع المجال ديال التمثيل، ولا الموهبه كافيه؟ لا، هي الموهبه ضروريه، حيت قبل كانت الموهبه، لان ما كانوا لا معاهد لا والو، لا كانت الموهبه كافيه والانسان كيندمج وكيدخل وعاد كيعرف الاختصاص ديالو هو بحكم الممارسه. حاليا الموهبه ضروريه ولكن الدراسه ضروريه، لان كاينين معاهد، كاينين المركبات اللي كتقري الفن بجميع اشكاله. يعني انت ملي كتدخل لمجال القراءه كتشوف الاختصاص ديالك، ما بقاش كيف انت اكتشفتي راسك في الصحافه، كاين اللي اكتشف راسو في التمثيل، كاين اللي في اخراج، كاين اللي في اشياء. يعني الموهبه زائد الدراسه. ليلى السعديه، بغينا نسولك بالنسبه لك انت هي الوضع الفني في المغرب، كيفاش كتشوفي الوضع الفني في المغرب؟ الوضع الفني في المغرب راه كيف كنعرفوه جميعا، غادي دريجه دريجه، مره كيتعكل مره غادي. حنا غادي وخصوصا دابا حاليا جات مع الجائحه، ماشي غير في مجال الفن، جميع المجالات كاين تدهور. كنتمنوا ان هذه الجائحه الله يبعدها علينا ونتجاوزوها ونعرفوا بحقها ونعرفوا بحق الانسانيه والحب لبلادنا وهذا، ونعاودوا نتحدوا ونعاودوا نحبوا نفوسنا وبلادنا ونمشيوا في هذا. ليلى السعديه، دائما كتحاولي تنوعي، كنشوفك في المسرح، كنشوفك في التلفزيون، ولكن شنو الاقرب الى قلب ليلى السعديه؟ شنو الاقرب، واش المسرح ولا التلفزيون؟ هو هي الفنان تيدير سينما، مسرح، تلفزيون، كلشي كان كلشي خصك ديرو، حتى من التقديم كنديرو، حتى نقدر. مي الاقرب للسعدي ازكون هو المسرح ابو الفنون، لان الخشبه ماشي ساهله، الخشبه كتلقى نفسك فيها لانك تكون مباشره مع الجمهور، بحال انا مباشره معاه، يعني هذاك الحب كتشوفه قريب، ماشي بحال التصوير. مي حتى ما كاينش فرق بزاف، التلفزيون والسينما حتى هما زوينين لانه راه قراب، غير هي المسرح الفرق بيناتهم هو المباشر. قريبه من الجمهور. شكرا. بغينا نسولك سؤال اخير، شنو الاعمال الجايه ديالك؟ حاليا كاينين مقترحات، ما كنخليهم اخيرا للجمهور. كنقول لهم كنحبكم بزاف وتبارك الله عليكم.